هو النسر الذي يفوق كل الطيور، هو الذهبي الفم الثاني، فخر الكنيسة المارونية وأحد أعظم رجالاتها، هو علامة في مجاله وعلامة في لبنانه، هو بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة أصطفان لدويهي ابن إهدن. شخصية تاريخية استثنائية نادرة، حفر اسمه في قلب وذاكرة اللبنانيين عامة والموارنة خاصة. هو نموذج الراعي الصالح والقائد المناضل. يعد لدويهي أحد كبار المؤرخين العرب في العهد العثماني، ورائدا من رواد النهضة الفكرية في الشرق، وأول منظم للطقوس الكنسية والمبادر لإنشاء المؤسسات الرهبانية. حمل هموم كنيسته المشرقية على المنابر السياسية والدينية، فنظمها رعويا ورهبانيا وتربويا، وضبط تاريخها ولاهوتها ولترجيتها، وثبت شعبه بالإيمان والرجاء ومحبة الأسرار. كان قريبا منهم، فعاش بينهم ومن أجلهم كريم الأخلاق، مبشرا ومرشدا. قاد السفينة بتواضع، همه صون حقوق المسيحيين المشرقيين أمام الإشحاف والظلم العثماني. واظب على الصلاة، تعلق بمريم العذراء، وتعبد للقربان المقدس، أحب الفقراء، خدم الفلاحين، صالح المتخاصمين، وجادل الهراطقة، آمن بالتعليم سبيلاً طبيعياً لنشر كلمة الله، قرن القول بالفعل، فسمى بالعلم والقداسة والغيرة والتضحية، كلها تجلت في كتاباته التي زادت المكتبة المارونية غناً وأصالة، ورفع معه كنيسته التي أسس لها الرهبانية المارونية بفرعيها اللبنانية والمريمية، وثبت بسلطانه البطريركي قوانينها الأولى، هي التي شعت منها قداسة شربل ورفقة والحرديني وأصطفان نعمة والشهداء المسبكيين، وتشع منها اليوم قداسة البطريرك أصطفان لدويهي نفسه، الذي كسر عطشه فقصد ينبوع الماء الجارية وأراح سفينته من العواصف، فرسى بها في مدينة الراحة وبات عبرة لكل من لم يعتبر.